السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعت لكم بفيديو جديد مع فرعون. فيديو النهاردة أنا مش هتكلم عن حاجة كبيرة، ولا هقعد أتكلم كتير، ولا هتكلم في تفاصيل كتيرة. هو كل الموضوع إن في خبر كويس جدا خرج الأيام اللي فاتت من المحكمة العليا هنا في أيرلندا، وده يخص الناس اللي هي عاملة لجوء، أو اللي هي سواء يعني عاملة لجوء إنساني أو أيا كان نوع اللجوء اللي أنت عامله. أي حد في أيرلندا لسه مستني القرار بتاع الأبلكيشن بتاع اللجوء بتاعه أو الحماية بتاعه يعني، ومعاه اللي هو الجواب بتاع الإقامة المؤقتة اللي هو يعني البلو كارد، بيقول عليه بلو كارد، ممكن دلوقتي حضرتك أو حضرتك تقدمي على الرخصة. يعني ممكن تمشي في إجراءات الرخصة بتاعتك. الأول كان لازم تستنى عشان تاخد إقامة وحاجات كتير زي كده، بس بصراحة المحكمة العليا يعني أصدرت قرار إن الوزارة، وزارة النقل، المفروض يعني إيه تعتمد الورقة الإقامة المؤقتة دي كأنها إن هي دي الإقامة بتاعتك هنا في أيرلندا، وتديك الحق يعني زيك زي أي حد تاني حابب إن هو يقدم على رخصة القيادة. فحضرتك أو حضرتك ممكن دلوقتي طول ما معاك ورقة الإقامة المؤقتة أو جواب الإقامة المؤقتة اللي بيطلع لك من الانترناشونال بروتكشن أوفيس بتاع دبلن، ممكن دلوقتي تمشي في إجراءات الرخصة بتاعتك وتروح تمتحن النظري، وبعد كده تمتحن يطلع لك الليرنر بيرميت الأول، وبعد كده تمتحن القيادة بتاعتك وتمشي في الإجراءات الرخصة، وإن شاء الله تستخرج الرخصة. القرار نفسه في حد ذاته قرار إيجابي، حاجة كويسة جدا، حاجة تحسب للدولة الأيرلندية إن هي يعني بتحاول تسهل الموضوع على الناس اللي هي جاية هنا طالبة الحماية. يا رب كده نسمع أخبار كتيرة حلوة تخص الموضوع ده أو في نفس الاتجاه بالنسبة للناس دي، وإن شاء الله كده بإذن الله لو في أي أخبار جديدة أو أي حاجة جديدة يعني خرجت اعرفها لكم ان شاء الله باول باول. بس كده، لو الفيديو عجبك اشترك في القناه وفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، وتابعوني على السوشيال ميديا، فيسبوك، تيك توك، انستجرام. لو عندك اي اسئله ابعت لي سؤالك، وان شاء الله باذن الله هرد عليكم في اسرع وقت. يلا اشوفكم على خير، السلام عليكم.